أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. السائل بل السائلة عين لام من الشرقية تقول: ما حكم ذهاب المرأة إلى المسجد للاستماع إلى محاضرة مثلا والاستفادة وهي حائض؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الحائض لا تجلس في المسجد، وإنما تجلس قريبا من المسجد، تكون في مكان خارج المسجد، إما في بيت وإما في سيارة، فلا بأس أن تستمع إلى المحاضرة وتكون خارج المسجد. أما داخل المسجد فلا يجوز للحائض أن تلبث فيه وأن تجلس فيه. والآن الحمد لله الأشرطة يحصل بها المقصود، فإذا سجلت المحاضرة أو الحديث أو الموعظة بإمكانها أن تطلب نسخة من هذا التسجيل. نعم.